الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من تبع نهجه وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، بعد أن بوب الإمام الأجري في لزوم الجماعة والأدلة على ذلك من الكتاب، ثنى بعد ذلك بقوله: باب ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة. يا حبذا لو الإخوة أمهم قلم ليضبطوا على الأقل بعض الكلمات لكان ذلك خيرا. ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بلزوم الجماعة، وتحذيره إياهم الفرقة، وتحذيرهم إياهم الفرقة. طبعا عندنا هنا المصدر عمل الفعل، ذكر أمر النبي أمته، أمر النبي ذا مصدر عمل الفعل، وكذلك تحذيره إياهم الفرقة. وعندنا الحديث يرحمكم الله، الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وبحبوحة الجنة أي وسط الجنة، من أراد أن يتبوأ المكان الفسيح في الجنة، لأن وسط الشيء إما أن يكون أفسحه وإما أن يكون أعلاه وأنفسه، إما أن يكون أفسحه وإما أن يكون أعلاه وأنفسه. فجنة الفردوس هي وسط الجنة، فهي أعلى مقام في الجنة، ووسط الدار هو المكان الفسيح في الدار، وهو المسمى بالفناء. وكان الناس قديما، ذلك في العمارة الإسلامية، كان الناس بيوتهم أفنيتها في الداخل. أتعرفون المدارس، نظام المدارس قديما كانت بيوتات الناس كأحوال المدارس هذه الأيام، فهناك طرقة تدلف منها إلى فناء المنزل، وشبابيك البيت وأبواب البيت لا تفتح على الخارج، وإنما تفتح على ماذا؟ على فناء البيت، على فناء البيت. وحظ البيت في الشارع هو عبارة عن طاقات يسيرة مدورة أو مستطيلة أو مربعة أو مثلثة أو سداسية، يدخل منها النور والشمس ونحو من ذلك. لكن منافع البيت تفتح على ماذا؟ على الفناء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظفوا أفنيتها. فعندما يرمي الناس بمهملاتهم وفضلاتهم في أفنية البيوت فإنها تكون قذرة، محلا للاتساخ والوساخة ونحو من ذلك. والشرع إنما أتى بكل جميل طيب صالح ليتممه ويكمله ويدعو إليه. ومن جملة هذا الشيء الأمر بالنظافة، الأمر بالنظافة. فقال عليه الصلاة والسلام: خالفوا اليهود، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظفوا أفنيتها. إذا فناء البيت هو إيه؟ وسط البيت، لأنه أوسع شيء موجود في البيت. ف
فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة، بحبوحة الجنة أي وسط الجنة، أي المكان الواسع في الجنة أو المكان النفيس العالي في الجنة، يعمل إيه؟ فليلزم الجماعة. اللام هنا لام الأمر، ويلزم فعل مضارع، وكلمة فليلزم فيها معنى الأمر، فإن الأمر يستفاد من عدة صيغ. الأمر يستفاد من عدة صيغ، من هذه الصيغ فعل المضارع المقترن بلام الأمر. فليلزم الجماعة، والمقصود بالجماعة هنا معنيان: إما أن يقصد بها ما عليه المسلمون من التوحيد والاتباع اللي هو الدين، يقصد بالجماعة هنا الدين، أو يقصد بالجماعة هنا الجماعة المسلمة التي تلي الأمر. هذان معنيان عظيمان الجماعة. المعنى الأول: الطائفة الممكنة التي تلي الأمر، الطائفة الممكنة التي تلي الأمر، لا تسمى الجماعة. ومن خالف الجماعة فهو خارجي يجب قتاله. لقد كان علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة هم الطائفة التي وليت أمر المسلمين، فلما خرجت عليهم الخوارج قاتلهم علي رضي الله تعالى عنه أنهم بغاة. فقتال المسلمين إما أنهم بغاة، وإما أنهم متأولون، وإما أنهم متأولون. متأولون كقتال منع الزكاة، وبغاة كقتال الخوارج. فقتال الخوارج بخلاف قتال مانع الزكاة، هذا جنس وهذا جنس آخر، كما حقق المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذا الجماعة تأتي بمعنى الطائفة الممكنة التي تلي أمر المسلمين، يفيئون الفيء ويحمون الثغور ويحفظون بيضة الإسلام ويقيمون الحدود ويدافعون عن دين الله عز وجل ويرفعون راية دين الله. هذه الطائفة التي اجتمعت على نصرة الدين والتي تمكنت من أرض المسلمين، هذه الطائفة يطلق عليها معنى الجماعة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: ما عليه المسلمون من الدين، ما عليه المسلمون من الدين. فالدين عندما يطلق قد يعنى به الجماعة كما هو وارد. فمن خرج عن الجماعة أي من خرج عن الدين يجب أيضا قتال. فإذا كان العلماء قالوا، علماء أهل السنة قالوا بأن كل طائفة تنبذ شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يجب قتالها حتى تعود إلى فعله، يعني لو أي طائفة من طوائف الناس اجتمعت على ترك شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة يجب قتاله حتى تعود إلى فعله، يعني لو اجتمع الناس على ترك الأذان، ما فيش حد بيأذن في البلد نهائي، يجب قتال هؤلاء القوم حتى يؤذنوا. اجتمع الناس على ترك مثلا صلة الأرحام، يقاتل الناس حتى يصل الأرحام. والدليل على ذلك أن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فلما منعتها بنو تميم، وبنو تميم لم تمنعها جميعا، ولكن بطن من بني تميم يسمى ببطن بني اليربوع. بنو اليربوع لما منعوا الزكاة، والزكاة شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، قاتلهم أبو بكر حتى عادوا إلى فعلها. فما بالك بمن يترك دين الله تعالى، يعني اللي يترك شعيرة يقاتل حتى يعود إلى فعله، فما بالك بمن يترك دين الله تعالى جملة، بمن يترك دين الله تعالى جملة، فهذا أولى بالقتال ممن ترك شعيرة واحدة من شعائر الإسلام. إذن هذان معنيان للجماعة.
قوله من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، وهذا دلالة على وجوب أن يحرص المسلم على الخير ما استطاع إلى ذلك من سبيل، ومن جملة الخير أن يكون متعاونا مع إخوانه على إقامة الدين. هذا الحديث إسناده حسن، أخرجه الإمام الترمذي وكذلك الحاكم، وقال حديث حسن صحيح، ووثقه الذهبي، وهو حديث في جملته حسن إن شاء الله. الحديث الذي بعد ذلك رقم 6، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة، من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وهذا حديث إسناده صحيح. انتبه، انتبه لهذا الحديث. من خرج من الطاعة، طاعة ماذا؟ طاعة ماذا؟ طاعة ولاة الأمر الذين يقيمون الشرع، طاعة أولي الأمر الذين يقيمون الشرع. من خرج من طاعة فهو خارجي، يجب قتاله. وكذلك من فارق الجماعة، أي من فارق الدين، من فارق الدين. إذن هذان أمران، فلابد من طاعة ولاة الأمر. اثنين، لابد من الدخول في دين الله عز وجل. هذان أمران مهمان جدا، الدخول في دين الله تعالى جميعا، لا أن نؤمن ببعض الدين ونرد بعض الدين، لا أن نفرق بين الدين شعبا وأجزاء لنرد الدين ركاما فنأخذ بعضه وندع بعضه، لا، ولكن لابد من الدخول في كل الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال أهل العلم: السلم أي شرائع الدين أو شرائع الإسلام. إذا أنت مطلوب منك أيها المسلم أن تلتزم بكل الدين ما استطعت إلى ذلك من سبيل. افترضنا في هناك شعبة من شعب الدين أنت لا تطيقها، شعبة أنت لا تطيقها، إما لعدم استطاعتك وعجزك، وإما لعدم القدرة على فعله، ممكن كده أو كده. رجل مريض لا يستطيع الحج، إذا ما كلفه الله تعالى بالحج. رجل قادر على الحج ولكن ليس معه المال، لا يكلفه الله تعالى. إذا لا تكليف إلا بمقدور، فكل ما قدرت عليه في دين الله يجب عليك أن تأتيه ما استطعت إلى ذلك من سبيل، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا الدخول في دين الله. اثنين، طاعة ولاة الأمر من المسلمين، حتى وإن ظلموا، حتى وإن فسقوا، حتى وإن ابتدعوا، فطاعة ولاة الأمر طالما أنهم لم يأتوا بكفر بواح طاعتهم واجبة. وحديث الصحابة في ذلك عندما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا إذا رأينا كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان. إذا كفر بواح في ضبيطين، هو بواح، الأمر الثاني لنا فيه من الله برهان. وكلمة بواح أي لا يختلف فيه، لا يختلف فيه، لا يختلف فيه. أما اختلاف الناس في الأمر فهذا دلالة على أنه ليس بكفر بواح، فهذه فائدة عزيزة فلا بد أن تلتفت إليها. الكفر البواح الذي لا خلاف فيه، ككفر الوثنيين واليهود والنصارى والمرتدين، فهؤلاء لا خلاف في كفره. أما إذا وقع النزاع بين أهل العلم في التكفير فليس هذا كفرا بواح،
ولذلك ألقى بذلك الوصف بقوله لكم فيه من الله إيه؟ برهان. والبرهان هو الدليل الواضح النير الذي لا يمكن رده، ولكن قبوله هو اللازم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة، من خرج من الطاعة أي من طاعة ولاة الأمر من المسلمين، وإن ظلموا وإن فسقوا وإن ابتدعوا، وفارق الجماعة، فارق الدين أو فارق جماعتهم أيضا، فمات فميتته جاهلية، فميتته جاهلية أي مات كما يموت أهل الجاهلية، مات كما يموت أهل الجاهلية. فهذا دليل على أن من خرج من دين الله عز وجل فمات وهو خارج هذا الدين فهو كافر. المرتد كافر. لو واحد دخل دين ربنا عز وجل وبعدين بعد ذلك ترك دين ربنا عز وجل، ما قالوش لا ما نكفروش، والمسألة فيها سعة، ولكم دينكم ولي دين. وطالما بيقول إنه في هناك إله وفيه موت وفيه بعث، إذن هو مؤمن. لا، الكلام ده كلام غير صحيح، كلام غير صحيح. كل من دخل دين الإسلام فخرج منه لأي ملة أو نحلة فهو مرتد كافر، فهو مرتد كافر، وهو جاهلي في ميتته إن مات. نسأل الله تعالى حسن الختام والسلامة والعافية. الحديث الآتي بعد ذلك الحديث رقم 9، وهو حديث عبد الله، وعبد الله هنا هو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم. جلوسا دي يا اخوانا يا ترى خبر كان ولا حال؟ من يعرف؟ الله يبارك فيك، انت بتدرس عربي ولا ايه؟ طيب ماشي، امال فين خبر كنا ده؟ ها؟ لا، ما كنا النادية لغت نحن عند النبي، بارك الله فيك. يعني لو قلنا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، تمت الجملة ولا تمتش؟ أدي الفعل كون واسم كان وخبر كان. إذا جلوسا ديت زائدة، فطالما هي زائدة يبقى ديت فضلة، وطالما هي فضلة يبقى إيه؟ حال. يبقى ديت حال. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ. من القرأ؟ عبد الله بن مسعود ولا النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. آية عظيمة جدا. وأن هذا صراطي مستقيما، انظروا إشارة إلى الصراط للدلالة على أن الصراط واضح معلوم، فلا يمكن أن يكون المشار إليه مجهولا أو أن يكون المشار إليه غائبا. ما ينفعش تقول يا هذا، تبص كده ما فيش حد، تقول أنت ابن على مين؟ تقول أهو، تبص مش لاقي حد، تقول الله يديله الصحة، والله إن كان راجل عاقل، مش عارفين إيه اللي حصل. لأنه أشار إلى ماذا؟ إلى غير موجود. ها؟ فلا بد أن يكون المشار إليه إيه؟ موجودا حاضرا. فهذا دلالة على أن الصراط معلوم، معلوم بين. فلا بد لكل مسلم أن يسأل نفسه سؤالا: هل هو يعلم الصراط المستقيم بتاع النبي ولا ما يعرفوش؟ عارف ولا ما انتش عارف؟ هل أنت تعلم الصراط المستقيم؟ اللي يعرف الصراط المستقيم يرفع يده كده، أنت عارفه؟ قوله لنا. ها، الصراط المستقيم، الصراط المستقيم، لابد أن نتعلم الصراط المستقيم، وأن هذا
لما اقول هذا صراطي مستقيم، هذا عمود، بالفعل عمود، تخين وطويل وعريق، عمود، هذا رجل، هذا كذا. اذا المشار اليه لابد ان يكون ايه؟ موجودا، معلوم. اذا الصراط بتاع النبي معلوم وموجود، موجود معلوم. فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد ابان عن الصراط. الصراط معلوم، معروف. طيب الصراط ده له صفات؟ ايوه له صفات. هي ايه الصفات؟ انه صراط. اول حاجه انه صراط، يعني الاسم ذات نفسه فيه معنى الصفه. زي ما تقول احمد، احمد في حد ذاته فيه معنى الايه؟ في معنى الصفه. وايه بيسموه؟ اسم منقول عن الفعل. اسم منقول عن الفعل، ها؟ اذا الصراط في ذاته فيه معنى الوصفيه، لان الصراط معنى الطريق، في معنى الطريق. وطريق ده ايه؟ مستقيم. وان هذا صراطي، اي طريقي، مستقيما، اي لا عوج فيه. طيب الطريق لما يكون مستقيم يبقى قصير ولا طويل؟ قصير. نمرة اثنين، لما يكون مستقيم يبقى واضح المعالم ولا مجهول المعالم؟ واضح المعالم، لان ما فيش ملفات. لما تكون ماشي في طريق دغري بالعربيه بتاعتك بتمشي، حتى لو نعست مش مشكله، اللي انت تضرب عينك عارف اخر الطريق، عارف اخر الطريق، من اللي جاي ومن اللي رايح. لكن لما الطريق كله ملفات ومنحنيات، ايه اللي يحصل؟ تبقى ماشي رجلك مشعر على طول ايه؟ الفرامل. في اي لحظه يطلع عليك عربيه تريلا تدهسك، فتبقى خايف، ماشي خايف. لكن لما يكون الطريق واضح مستقيم بتمشي وانت مطمئن. صح يا اخوانا ولا مش صح؟ ده طريق. ايوه شاطر. وان هذا عشان ده تبعنا فلابد اين ابوه يعمل. وان هذا صراطي مستقيما، مستقيما. ولما كان الطريق معلوم وواضح وبين، لا اعوجاج فيه، لا انحراف فيه، ها؟ لما كان بهذه الصورة كان الأمر بقوله فاتبعوه. شفتوا حلاوة القرآن؟ ما شاء الله. والله يا اخوانا لو ناس اكتمت على القرآن وتدبر القرآن حسبهم هذا في العلم. أحيانا بشعر إن احنا بنعقد الناس في دين ربنا، معذرة يعني، سامحونا هذه الجملة، بنكلك عليهم الدين ونصعب عليهم المسائل، مع ان دين ربنا سهل جدا وبسيط جدا. هذه الآية لو تدبرناها وعلمناها وعملنا بها حسبنا هذه الآية، ايه المشكلة؟ ما المشكلة؟ وأن هذا صراط مستقيما. فلما عرفنا الصراط وصفات الصراط كان الأمر باتباع الصراط، كان الأمر باتباع الصراط. ثم انظر إلى هذا النهي، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ينفع الكلام ده؟ بعد ما عرفنا الطريق المستقيم البين الواضح المنير الطيب المعلوم، نسيب الطريق المستقيم ده لنتبع الفجاج المنحرفة، ينفع؟ ما ينفعش. ولذلك كان النهي ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فخط خطا، من اللي خط خطا؟ النبي عليه الصلاه والسلام، وده من باب تقريب المعنى. الصحابه حواليه وقاعد معاهم، فراح خطط خط وقال هذا الصراط. الالف واللام هنا للعهد او للمح الصفه، للعهد او للمح الصفه، يعني ده الصراط المعهود المعلوم أو الصراط الموصوف الذي تعرفون. هذا الصراط، ثم خط حوله خططا أو خطوطا، قعد يعمل كده عن يمينه وعن شماله، فقال وهذه السبل، السبل جمع سبيل، معنى الطريق، فما منها سبيل إلا وعليها إلا وعليه شيطان يدعو إليه. إذا طريق الله المستقيم هو الطريق الآمن،
طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. ده الطريق. طب الطريق الثانية، الطرق الثانية المنحرفة المعوجة المظلمة المجهولة، المجهولة الطرق دي كل طريق عليها إيه؟ شيطان بيدعو الناس إليها، بيدعو الناس إليها. هل يمكن طريق الله أن يكون طريق يدعو إلى الفحشاء؟ ينفع؟ لا. يدعو إلى المنكر؟ لا. يدعو إلى الرذيلة؟ لا. يدعو إلى اللصوصية؟ أبدا. يدعو إلى قطع الطرق؟ أبدا. يدعو إلى أكل أموال الناس بالباطل؟ أبدا. يدعو إلى البدعة؟ أبدا. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قل أمر ربي بالقسط، فالله تعالى لا يأمر إلا بالقسط ولا ينهى إلا عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا الحديث حديث صحيح رجاله رجال مسلم. وهذا الحديث يتلوه حديث رقم 13، هو حديث النواس ابن سمعان الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخوانا كتاب الشريعة ده كتاب عقيدة، ولكن كتاب عقيدة أثري، كتاب عقيدة أثري، وينبغي أن احنا نربط الناس بعلم الأثر، سواء في العقيدة سواء في الفقه سواء في أصول الفقه سواء في مصطلح الحديث سواء في التاريخ وتراجم. ده شيء مهم جدا. ليه؟ لأن أنت لو سمعت الحديث وتدبرت الحديث وانصرفت من المجلس عند ذلك هذا خير لك من أن تسمع قال فلان وقال علان، قال فلان وقال علان. لن يسألك الله تعالى عن ذلك، هذا مفيد، ولكن لابد لطالب العلم أن يبتدئ طلبه معظما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معلش احنا بنزود كلمة وصحبه لنغيظ أعداء الملة من الرافضة والعلمانيين، فهم يكرهون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنغيظهم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لضير ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. انظروا هذا المثال الجميل الرائق. وعلى جنبتي الصراط، الطرفين بتاعه، سوران، سوران حاجزان، بينهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرقوا. إذا هناك صراط، على رأس الصراط ده هو في داعي بيقول للناس: أيها الناس ادخلوا الصراط، أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتفرقوا عن هذا الصراط. وهناك على جنبتي الصراط سوران، وهناك أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة. طبعا الأبواب المفتحة في الأسوار اللي يخش في أي باب هيبعد عن الصراط. متصور يا أخوانا المسألة دي؟ يعني في حاجز كده وحاجز كده، بين الحاجزين بين الصورين طريق مستقيم واضح المعالم. الطريق المستقيم ده هو الصراط، والصور وصور. في الصورين في هناك فتحات، كل فتحة فيها باب، وعلى الأبواب دي سطور مرخاة. يعني معنى ذلك إن اللي عاوز يخش في أي باب سهل يخش، مش لسه بقى يدور على المفتاح ويفتح الأكلون ويدق على الباب. لا، ده سهل. اللي عاوز يظل، اللي عاوز يزل،
اللي عاوز ينحرف بسهوله قوي بسهوله قوي. يبقى اللي هناك طريق مستقيم على جنبتيه سوران، كل سور فيه فتحات، كل فتح عليه ايه؟ ستور مرخى. على رأس هذا الطريق المستقيم النير الواضح البين داعي بيقول يا أيها الناس اسلكوا هذا الطريق المستقيم البين ولا تتفرقوا عنه، ما تخشوش في الفتحات دي. فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له ويحك لا تفتحه، ما تعملش عشان خاطري، ما تخشش الباب ده، لا تفتح هذا الباب، لا تفتح هذا الباب، فإنك إن تفتحه تلجه، إن تفتحه تلجه. لو أنت فتحت الباب وعملت كده الستارة هتخش في هذا الباب. فالصراط، طبعا يا اخوانا واضح التشبيه ده، هنبدا نشوف تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للصراط والصور والابواب والداعي، ايه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاشياء. فالصراط الاسلام، والستور حدود الله، والابواب محارم الله تعالى، والداعي على راس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ما شاء الله، هذا الحديث حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وإسناده صحيح، وهو حديث صالح لأن يكون موضوعا طيبا لمحاضرة أو درس أو نحو من ذلك. الحديث التالي وهو أثر، حديث التالي هو أثر العلم. من يفرق بين الحديث والأثر؟ فالحديث ضد القديم في اللغة، ويطلق الحديث على القول، وعندما يطلق الحديث فقد يقصد به كل قول، كل قول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض الناس يوسع فيقول وقول كل قول مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين. فهناك حديث مرفوع إلى النبي، وهناك حديث ينتهي سنده إلى الصحابي، وآخر إلى التابعين. إلى النبي هذا حديث مرفوع، إلى الصحابي هذا حديث موقوف، إلى الصحابي هذا حديث مقطوع. وبعض الناس يقولون بأن هذا المعنى هو معنى الأثر، هذا المعنى أيضا هو معنى الأثر، فيجعلون الأثر مرادفا للحديث. فالأثر هو ما أثر، أي ما نقل عن المتقدمين، كل ما نقل عن المتقدمين يسمى إيه؟ أثرا، ليشمل الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع، وبالتالي يجعلون هذا في معنى هذا. وهناك من يفرق فيجعل الحديث خاصا بما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأثر ما دون ذلك، والأثر ما دون ذلك. يبقى الموقوف يسمى أثر، والمقطوع يسمى إيه؟ يسمى كذلك أثرا، بل إن كل قول دون المقطوع يسمونه كذلك إيه؟ أثرا. نعم. عن ثابت عن عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة. عرفنا إيه معنى الطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة.
وهذا الأثر أثر صحيح عن عبد الله بن مسعود، ويعجبني قوله: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. بقى عبد الله ابن مسعود هذا الفهم الجليل، هذا الفهم الجليل: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما شاء الله، طبق ذلك بصورة رائعة عندما أتم عثمان رضي الله تعالى عنه في منى. والثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في منى، فلما كان في خلافة عثمان أتم عثمان في منى، أتم عثمان في منى. طب الصحابة عملوا إيه مع عثمان؟ هل خلفوه؟ هل خلفوه؟ ولا صلوا وراءه وأتموه؟ صلوا خلفه وأتموا. فكان ذلك من جملة الفهم الدقيق. مثلا افترضنا هناك إمام بيصلي الفجر وبعدين بيقنت في صلاة الفجر. إحنا اعتقدنا إن القنوت في صلاة الفجر لا يجوز، ولم يثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما زال يقنت في صلاة الفجر حتى مات. المقصود بالقنوت هنا، المقصود بالقنوت هنا هو طول القيام، طول القيام، لقول الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. أي أطيل القيام طاعة لله وعباده. مش المقصود يا مريم اقنتي لربك يعني في صلاة الفجر قولي اللهم اهدنا فيمن هديت، أبدا، ولكن أطيل القيام بين يدي الله عز وجل. ومنه قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي مديما على طاعة الله، صافا قدميه بين يدي الله عز وجل. هذا والحديث في إسناده كلام، هو عند الحاكم وغيره وفي إسناده كلام. والصحيح من حديث أنس وغيره أنهم ما كانوا يقنتون لا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في غيره، والله تعالى أعلى وأعلم. فلو أن إنسانا قانت في صلاة الفجر تعمل أنت إيه؟ يبقى الناس كلها رفع إيديها وتقول اللهم أهدنا في الأذن آمين، وأنت تعمل كده تخالفهم؟ لا، لا تخالفهم، فإن موافقتهم فيما تكره خير من مخالفتهم فيما تحب. فالائتلاف وترك الاختلاف هذا أمر أساس، نسأل الله تعالى الخير والإحسان. وهو الأثر الأخير. قال أبو العالية، وطبعا كل هذه الأحاديث والآثار كلها مسندة، كلها أحاديث مسندة عن طريق المصنف اللي هو الإمام الأجوجي عليه رحمة الله. قال أبو العالية أحد التابعين: تعلموا الإسلام، تعلموا الإسلام، فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. طبعا تعلموا الإسلام ده فيه معنى الأمر، فيه معنى الأمر. فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. من الأشياء الطيبة في اللغة العربية أن الصلات تغير دلالة الأفعال، فعندما تقول رغبت في الماء وتقول رغبت عن الماء، ما الفارق بين الاثنين؟ الصلة. إذا قلت رغبت في الماء إذا طلبته وأحببته، أما إذا قلت رغبت عن الماء إذا زهدت فيه وعزفت عنه، أي تركته ولم تشتهي. فهنا قوله: فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. و
ويحمل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ترغبوا عن آبائكم. يعني الإنسان لا ينبغي أن يترك نسبه لأبيه، لا ينبغي الإنسان أن يترك نسبه لأبيه، بل يتشرف بذلك النسب حتى ولو كان وضيعا مهينا. فإن النسب لا يرقي بالإنسان ولا يجعله منحطا، بل إن الإنسان إنما يرتقي وينحط بأعماله. فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، أي الزموا الصراط المستقيم. فعليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. ولا تحرفوا الصراط يمينا ولا شمالا، أي لا تنحرف عن الإسلام يمينا ولا شمالا. وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والذي عليه أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة، وذلك قبل أن يخوض الناس في مسائل القدر ونحو ذلك. وإياكم وهذه الأهواء، أي الآراء الفاسدة المخالفة للكتاب والسنة، وقد يقصد الأهواء البدع المضلة، وإياكم وهذه الأهواء. ولذلك يطلق على أهل البدع أهل الإيه؟ الأهواء. وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال: فحدثت به الحسن، قال له عاصم الأحول اللي هو راوي هذا الأثر عن أبي العالية، أي قال عاصم الأحول: فحدثت به الحسن أي البصري فقال: صدق ونصح. وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا بني، أحدثت بهذا محمدا، أخوها محمد بن سيرين التابعي الجليل؟ قلت: لا. قالت: فحدثه إذن، أي بما قاله أبو العالية. قال محمد بن الحسين وهو الأجري، وبهذا النقل يكون ختام المجلس إن شاء الله: علامة من أراد الله به خيرا سلوك هذا الطريق، سلوك هذا الطريق كتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم بإحسان، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء، مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك ابن أنس والشافعي وأحمد ابن حنبل والقاسم ابن سلام ومن كان على مثل طريقتهم، ومجانبة كل مذهب يذمه هؤلاء العلماء، وسنبين ما يرضونه إن شاء الله تعالى. بذلك النقل إن شاء الله نكون قد أنهينا هذا الباب، ونكمل بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. هناك